فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كل مرض لم يتمكن الأطباء من اكتشافه يعد سحرا أو عينا أو حسدا؟ وبما تنصحون وفقكم الله إنسانا مصاب بمثل هذا المرض، علما بأن الناس قد أكثروا عليه من قولهم إنما بك هو سحر، وهذا قد زاده مرضا؟ ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. فإذا جهله بعض الأطباء هناك أطباء يعرفونه، فلا تقتصر على أطباء معينين، ما دمت تجد غيرهم اسألهم واعرض نفسك عليهم، فقد يجعل الله على أيديهم الإصابة. وأما السحر فيعالج بالقرآن أو بالأدوية المباحة، لا مانع يعالج بالقرآن ويعالج بالأدوية المباحة، أما العلاج عند السحرة هذا لا يجوز. نعم.